بسم الله، هنتكلم النهاردة عن تساقط الشعر وفن العناية بالشعر. أولا، إيه هي أسباب تساقط الشعر؟ عندنا تساقط الشعر بسبب زيادة هرمونات الذكورة، أو بسبب الأنيميا وسوء التغذية، أو بسبب زيادة المناعة، أو أثناء الحمل وبعد الولادة، أو بسبب استخدام بعض الأدوية طبعا على فترات طويلة، أو نتيجة تقدم العمر، أو بسبب الشد العصبي والقلق الشديد، أو بسبب زيادة أو نقص هرمونات الثيروكسين، أو بسبب فترة تينيا كابيتس. طبعا هنتكلم عنهم عن كل واحدة فيهم ببعض التفصيل، ولكن هنركز على أشهر سببين، هو السبب الأول والسبب الثاني، يعني سوء التغذية وزيادة هرمونات الذكورة. أولا هنتكلم عن تساقط الشعر بسبب زيادة هرمونات الذكورة. طبعا بتصيب السبب ده بيصيب الرجال والنساء، ولكن الرجال أكتر، وبيكون تساقط الشعر تدريجي، يعني تدريجيا بيقل حجم ونشاط بصيلات الشعر، ممكن يبدأ في أي عمر، ودايما لو قطر المساحة اللي تساقط منها الشعر أقل من 10 سنتي بيكون علاجها سهل إن شاء الله. تساقط الشعر بيكون نتيجة زيادة هرمونات الذكورة، لدرجة إن في أوروبا زمان كان الصلع صفة مرغوبة، لأنها بتدل إن الراجل ده هرمونات الذكورة عنده عالية، وخاصة هرمون الدهيدرو تستوستيرون. بيكون السبب الأساسي الوراثي مرتبط بالجينات، فمثلا 60% من المصابين بتساقط الشعر نتيجة زيادة هرمونات الذكورة بيكون آبائهم مصابين بتساقط الشعر بنفس السبب. أولا هنتكلم عن تساقط الشعر بسبب زيادة هرمونات الذكورة في الرجال، وبعدين هنتكلم عن تساقط الشعر بسبب زيادة هرمونات الذكورة في الإناث. أولا، تساقط الشعر بسبب زيادة هرمونات الذكورة في الرجال يعتبر السبب الأول لتساقط الشعر لدى الرجال. في البداية الشعر بيبدأ يتساقط من مقدمة الرأس من الجانبين ومن الجانب الخلفي من الرأس، زي اللي هو موضح في الصورة، ويبدأ تساقط الشعر تدريجيا لغاية لما يبقى فيه تساقط كامل، ما عدا خط رفيع نص دايرة كده في نهاية الرأس. طيب، علاج الموضوع ده ايه؟ العلاج عندنا بينحصر بشكل أساسي في 3 أدوية، 3 مواد فعالة. المادة الفعالة الأولانية هي المينوكسيديل، المادة الفعالة التانية مادة اسمها الفينستريد، المادة الفعالة التالتة هي خلاصة نبات السوبالميت، وأخيرا ممكن نلجأ إلى الجراحة. هنتكلم عن كل مادة من المواد دي ببعض التفصيل. أولا، مادة المينوكسيديل. مادة المينوكسيديل موجودة في السوق بأسماء تجارية كتيرة، منها مثلا الهيرباك والروجان، وطبعا التاني واحد ده هو الأفضل والأغلى، إن هو دواء مستورد وفيه صفات كويسة جدا. الدواء ده اول لما نزل في السبعينات نزل كدواء لعلاج الضغط، ولكن وجدوا ان ليه تاثير جانبي مهم جدا، الا وهو زياده نمو الشعر، فكنسلوا تماما استخدامه كخافض لضغط الدم، ونزلوه في سنه 86 كلوشن بتركيز 2% لعلاج تساقط الشعر. وفي سنه 93 نزل منه التركيز الاعلى اللي هو 5%، هو حاليا موجود كلوشن وكاسبري بتركيزين 2% و5%، وبيفضل استخدامه لما تكون المنطقة اللي تساقط منها الشعر بغزارة لا تزيد قطرها عن 10 سنتي، ولما يكون فقدان الشعر بدأ من أقل من 10 سنين. مع تلت المستخدمين هينتج لنا شعر مماثل تماما للطبيعي، ومع التلت التاني هيبقى الشعر الناتج أقل، يعني أخف شوية، ومع التلت الأخير ما بيديش أي تحسن. طبعا ده بيعتمد على الجينات وقابلية كل واحد للعلاج ده، وعلى درجة تطور الحالة. بعد 4 ل 6 أسابيع تساقط الشعر هيبدأ يقل بشكل كبير، هنحتاج 4 شهور عشان الشعر يبدأ ينمو، يعني هو على مرحلتين، المرحلة الأول الحمل الأولى بنوقف تساقط الشعر، المرحلة الثانية بتبدأ نمو الشعر يعاد من جديد. طيب، هنتكلم بقى عن طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام 5 بخات مرتين يوميا على فروة رأس جافة ونظيفة مع التدليك قليلا، وطرقه على الأقل كده نص ساعة ليجف تماما، أو لو لوشن ممكن نستخدم مثلا 1 ملي مرتين يوميا. 60% من الرجال بتتحسن حالتهم وبيقل تساقط الشعر بشكل ملحوظ عند استخدام المينوكسيديل 5%، حوالي 40% بس بيتحسنوا لما نستخدم المينوكسيديل اللي هو تركيزه 2%. عندنا شوية ملاحظات على طريقة الاستخدام. أولا، لازم نرج إزازة المينوكسيديل كويس قبل الاستخدام، ولازم نجنبه تماما للتعرض للشمس وللضوء، لأن هو بيتكسر بالشمس وبالضوء، وبإذن الله هيدي نتائج ممتازة جدا. لكن خلي بالك بقى من الحتة دي، الشعر النامي هيتساقط بعد 3 ل 6 شهور من إيقاف استخدام المينوكسيديل، عشان كده يفضل دايما استخدام المينوكسيديل بشكل دائم، مش هنوقف استخدمه شوية وهنوقفه. نركز مع بعض في الحتة دي كمان، ما يستخدمش المينوكسيديل في حالة تساقط الشعر بسبب زيادة هرمونات بسبب زيادة المناعة ولا بسبب الحمل، احنا فقط بنحصره على استخدامه في حالة زيادة هرمونات الذكورة. طيب، ايه هي الاثار الجانبية لمادة المينوكسيديل دي؟ الفكرة ان المينوكسيديل بيحطوا معاها مادة اسمها بروبايلين جلايكول علشان يحسن الامتصاص، لكن بعض الناس بيبقى عندهم حساسية من المادة دي،
بس الموضوع ده نادرا لما بيحصل، والحساسية لما تيجي تبقى خفيفة بشكل عام الدواء ده آمن وفعال. ثانيا هنتكلم عن مادة الفينستريد، موجودة أسماء تجارية كتير منها مثلا البروسكار والبروستيك، وهو مطبط لإنزيم مسؤول عن تكوين هرمون الدايهيدروتستوستيرون، وبالتالي بيقلل كميته من الجسم، يعني بيقلل سبب تساقط الشعر. الدواء ده آمن إلى حد ما، ولكن لازم استخدامه تحت إشراف دكتور. هو أفضل شوية بسيطة من المينوكسيديل، لكنه أقل أمانة من المينوكسيديل، وحاليا في أبحاث عن استخدامهم الاثنين مع بعض عشان نحصل على أفضل النتائج. أعلى تأثير بيظهر بعد 12 شهر وبيبدأ يقل التأثير جدا بعد سنتين. الآثار الجانبية إنه بيقلل الرغبة والكفاءة الجنسية بس بنسبة قليلة جدا لا تتجاوز 3%. جرعته 5.5 مللي جرام، يعني قرص واحد يوميا. هنتكلم بعد كده عن خلاصة نبات الصوبال ميتو، ده مضاد لهرمونات الذكورة بس مضاد طبيعي وبيستخدم موضعيا ويكون مفيد جدا، وأنا ما شفتوش بصراحة في السوق غير في دواء واحد اسمه سافيرا كريم، هو تبع شركة مصرية، هو خلاصة نبات الصوبال ميتو مع نباتات أخرى. آخر حاجة هنتكلم عنها الجراحة، بيتم نقل عدد من بصيلات الشعر من مكان في الشعر فيه كمية شعر كتير غزير إلى مكان تاني بيبقى كمية الشعر فيه قليلة، ولو السن أقل من 25 سنة عفوا أكثر من 25 سنة بتبقى النتائج جميلة جدا. وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي على الشمال، اللون الأخضر ده بيبين المكان اللي احنا بناخد منه الشعر، صورتين التانيين بيبينوا النتائج اللي ممكن تديهم عملية زراعة الشعر. ثانيا تساقط الشعر في النساء بسبب زيادة هرمونات الذكورة، هنتكلم بقى عن الموضوع ده بالنسبة للنساء. طبعا النساء فيها هرمونات ذكورة وإن كانت بكمية ضئيلة جدا، ولكن بعض النساء بيكونوا كمية هرمونات ذكورة أعلى من اللازم، ده بيؤدي لتساقط الشعر عندهم، وبيبدأ تساقط الشعر في المنطقة المتوسطة من الرأس زي ما وضح بالصورة، وبيبدأ تدريجيا لغاية لما تزيد المساحة تماما. والرسمة اللي على اليمين دي بتوضح لنا الفرق ما بين تساقط الشعر في الرجال والنساء. طبعا الصور دي بتوضح التدرج في حالة تساقط الشعر من المرحلة الأولى لغاية آخر مرحلة للمرحلة الخامسة، ونادرا لما بنوصل حتى المرحلة التالتة. تساقط الشعر ده بيبقى بعد البلوغ أو بعد سن الـ40، وساعات بيكون تساقط الشعر بهذا المنظر اللي احنا شفناه، لكن بيكون هرمونات الذكورة عالية، وساعتها بنشك إن في حاجة اسمها تكيسات حول المبيض، ودي بنشوفها عن طريق الألترا ساوند، الأشعة بتوضحها جدا. هنتكلم دلوقتي عن العلاج، علاج تساقط الشعر في النساء نتيجه زياده هرمونات الذكوره. في عندنا علاجات كتيره منها مثلا المينوكسيديل اللي اتكلمنا عنه قبل كده، لكن لا يفضل استخدامه في النساء الا في الحالات الشديده، لان زي ما قلنا هو بيتطلب استخدام مستمر مدى الحياه. ثاني ماده عندنا ماده اسمها سبايونولاكتون، من اسمائها التجاريه في السوق اللي هي السبايونولاكتون والالدكتون. الدواء ده اصلا كان نازل لعلاج الضغط، ولكن وجدوا انه بيقلل تساقط الشعر، بيقلل انتاج هرمونات الذكوره، وجرعته تكون 100 الى 200 ملي جرام يوميا لمده 12 شهر على الاقل. الاثار الجانبيه بتاعته بيبقى في زياده في مستوى البوتاسيوم في الجسم، واحيانا اضطرابات بسيطه في الدوره الشهريه. ركزي معايا بقى، في مانع حمل في السوق ليه تاثير مماثل تماما للسبايونولاكتون اسمه الياسمين. الياسمين ده فيه 3 ملي جرام من احد مشتقات ماده البروجستيرون، وده بيدي تاثير ممتاز جدا نفس تاثير السبايونولاكتون. وفي ابحاث دلوقتي استخدام السبايونولاكتون مع الفينستريد، بس يعني لا يفضل تماما استخدام الفينستريد في النساء بشكل نهائي، يعني نتائج تتجنبه تماما. رقم 3 الفلوتاميد، ده مضاد لهرمونات الذكوره، وجرعته بتكون 250 ملي جرام مرتين يوميا، لكن مشكلته انه بيعمل تاثير مضر على الكبد وبيؤدي لبعض الاضطرابات في المعده. رابع ماده عندنا ماده اسمها السبايونولاكتون، دي من مضادات هرمونات الذكوره، وتستخدم الماده دي مع ماده الاستروجين، والاثنين موجودين في دواء اسمه مشهور جدا اسمه الديان، وده اصلا مانع حمل، ويستخدم من اليوم الخامس لليوم الخامس والعشرين من الدورة. طيب بالنسبة للأثار الجانبية على المدى الطويل، بيعمل لنا زيادة في الوزن وبعض الاضطرابات في الدورة الشهرية. آخر مادة عندنا الميلاتونين، الميلاتونين موجودة في دواء اسمه الفيفا ماكس، بيقوي بصيلات الشعر وبسرعة نمو الشعر، لكن تأثيره محدود. دلوقتي خلصنا الكلام عن أول سبب، هنتكلم دلوقتي عن تاني سبب تساقط الشعر، وده أشهر سبب لتساقط الشعر في النساء اللي هو تساقط الشعر بسبب الأنيميا وسوء التغذية. احنا عندنا النساء بيفقدوا كل شهر 50 ملي 50 سنتيمتر مكعب من الدم اثناء الدوره الشهريه، يعني بيفقدوا ماده اسمها ماده الهيموجلوبين اللي هي مليانه بعنصر اسمه الحديد، ده يؤدي لنا الى الانيميا، يعني كميه الحديد في الجسم بتبقى اقل من الكميه الطبيعيه، وده هيؤدي لنا لسوء التغذيه وهيؤدي لنا للانيميا. اتكلمنا على الانيميا، سوء التغذيه يعني الجسم بشكل عام بيبقى ضعيف والوزن اقل من الطبيعي، خاصه لو مفيش حجاب على الشعر ده كمان بيضعف الشعر اكتر واكتر، ولو لان الشعر بيتعرض ساعتها للشمس وبيتعرض للتلوث وبيتعرض للرياح، وفي حاجه اسمها رياكتيف اوكسيدن سبيشيز ار او اس، دي بتبقى مضره جدا للشعر خاصه لو مفيش عليه حجاب، وده طبعا الحاجات دي بتنتج نتيجه
التلوث اللي منتشر حوالينا في كل حته. طيب الحل ايه بقى؟ الحل بتاعه على 3 خطوات: تغذيه وادويه وفن التعامل مع الشعر او اسلوب العنايه بالشعر. هنتكلم عن كل واحده منهم ببعض التفصيل. اولا بالنسبه الى التغذيه، احنا محتاجين رقم واحد كل يوم ناكل بيضه مسلوقه كل يوم. ليه بقى؟ لان البيض ده بيبقى فيه ماده اسمها البيوتين. البيوتين دي ماده مهمه لتغذيه الشعر. عايزين كمان نكتر من الكبده والبروتينات والخضروات، ونبعد عن الشاي والقهوه والوجبات السريعه، ونكتر من الغذاء البحري يعني مثلا الاسماك والتونه مرتين اسبوعيا، ونكتر من تناول الميه على قدر المستطاع. كده خلصنا اول عنصر من عناصر العلاج اللي هي ايه؟ التغذيه. تاني حاجه عندنا اللي هي الادويه. طيب هنعمل ايه بقى في الادويه؟ هنعمل تحليل هيموجلوبين الدم ومعرفه اذا كان هناك انيميا وعلاجها ولا لا. طبعا هنعرفها لو لقينا الهيموجلوبين اقل من 12، ويكون علاجها اقراص الحديد مع الفوليك اسيد وفيتامين بي المركب لمده شهر، زي مثلا هيماكابس كويس مع النيوتون. وفي كمان حاجه ممتازه جدا بتجمع بين الاثنين، الهيماكتين. وبعد شهر هنبدا نحلل الدم ونشوف كميه الهيموجلوبين في الدم قد ايه. تاني حاجه عندنا كبسولات زنك، زي مثلا الفيتا زنك دي ممتازه جدا. وعندنا كبسولات هيرفيت او ديباهير او البانتوار مره واحده يوميا لفتره كبيره شويه عشان تبدا تدينا التاثير اللي احنا عايزينه. اخر حاجه عندنا البليزا سبراي، ولما لو ما لقيتش البليزا سبراي ممكن نستخدم بداله البليزا هير، البليزا كريم مع تدليك فروه الراس بشكل مناسب. طبعا دي ممتازه جدا. بالمناسبه موضوع تدليك فروه الراس ده بيزود البلاد سبلاي، بيزود الامداد الدموي لبصيلات الشعر، وبالتالي بيزود نمو بصيلات الشعر. ده اتكلمنا على اول عنصرين من عناصر العلاج. هنتكلم عن العنصر